كيف الشباب؟ ماشي الحال؟ عجين طحين وخميرة ونتفة سكر ونتفة زيت. اهي نشيل عجين. جيبي هذا اللي على الطاولة، اللبنة ولا بندورة. من كم شهر رحت على أستراليا وتعرفت على شخص اسمه ديفيد. هو من حتشيت وبيستحمل الكاميرا، وهو لقى الكاميرا هلا، فهلا بنصوره بالنهار. واتفقنا ووعدته انه ساعات بطلع على حتشيت اكيد رح اشوف الضايعه اللي بعرفها كثير منيح واللي بحبها كثير واللي بحس حالي منها، بس من عيونه من خلاله. فقضينا ليله حلوه بحلقه ثانيه بتحضروها، واليوم بلشنا كثير بكير الساعه 8 منقيش وغيره. ما في شيء أهم وأحلى قد ما واحد يكون فقد الأمل ونسي وفكر أنه لا خلص أنا بدي أروح إيش غير محل، ولبنان ما بقى يشبهني وما عم بعرف شو بدي أعمل. بينسى كل هول ساعة بيقف بالضيعة وبيأكل منقوش زعتر، ساعة بيحس النفس، بيشوف الإيدين، التعب، الشغل، ساعة بيشوف أكل صح حقيقي، ساعة بيشم ريحة الطبيعة والناس اللي عم توعى والحطب بقلب البيوت، ساعة بيسمع هذا الصوت تبع الصاج والرق وأهلا وسهلا فيك وتفضل والله يخليك والله يقويك والله يديمك وقهوتنا وتفضل وبيتنا بيتك ومنين برة نومك، وكلمات كتير حلوين بتترك لنا أمل، بتخلينا نقول لا لبنان رح يضل أحلى بلد بالعالم، ولبنان لقلنا ومش هنعطي لحدا. فرح نبلش نهارنا بمنقوشة زعتر. برشانة هيدا مش منقوشة، رقيقة قرشة زعترات غير شكل. ونبلش نهار فرجيكم حتشيت، ضيعة صغيرة مهضومة، واحدة من أحلى ضيع لبنان، فيها ناس عايشة فيها أكتر من نصها صيف شتاء. وكيف بيقعدوا هون من حرارة 5 تحت الصفر لحرارة 25-30 بالصيفية، وكيف الصيفية بتلحق شتوية والشتوية بتلحق صيفية، كيف بيمونوا كيف بيشتغلوا، وكيف لازم نضلنا محافظين على الضيعة اللبنانية. حلوة المدينة بس بلا الضيعة ما في لبنان. يلا نهاركم سعيد، هيك منبلش. قصتنا ما في منك. أهلا وسهلا بربك، أهلا وسهلا فيك.
موسيقى أحلى. أهلا وسهلا بربك. مش معقول مش معقول مش معقول، منقوش غير شكل، عجينة غير شكل، زعترات غير شكل، وبيجيكن بعدين لبنة بلدية حامضة زيت زيتون غير واو. قديش مشتاق على أكل هالقد مهم، هالقد صحي، هالقد مرتب، هالقد بفوت على القلب. لك بيسوى 10 حبات بنادول. هاي تسوى ساعتين سواقة من بيروت، 6:30 تراجت. أكلت هاللقمة نسيت المشوار. أوف. وإذا عم تحضرونا مباراة لبنان بقلكن سوري، رايحين على حالكن، ناطرينكن. نعنع؟ نعنع. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. ايديك طيبين ونفسك طيب. تسلم تسلم يا عيني تسلم. ما حسيت بتعمل العجين والزعتر، حسيت بحبك ميرسي وشغفك ميرسي بشغلك. ميرسي كلك ذوق. ميرسي واهلا وسهلا فيك. بالك بصحتك. ونحن ناطرينك كمان زيارة التاني ان شاء الله يا رب. يا ربي يلا. ان شاء الله يضل مالك سعيد. ضل بصحة منيحة. هيدا هو هيدا هو هو ديفيد اللي بيستحيل ما تفتح تمه، ما رح خلينا نصوره، بس لازم تعرفوا انه هيدا الزلمه برمني وهتم فيي، وكانت سفره استراليا رائعه، فضروري اليوم نشوف هالضيعه اللي بيجي بيزوره شهر بالسنه لانه هو عايش وخلقان باستراليا من عيونه، ونقضي نهار كثير حلو سوا. فوشو بحبك بحبك حبيبي. وانا كمان ويلكم تو حكيم. اهلا وسهلا فيكم بحتشيت. هاي ضيعة البطريرك دانيال الحتشيتي. هاي ضيعة قديمة بتعلى 1450 متر عن البحر. هاي الضيعة كانت مصونة تصوينة على ايام الرومان، لانه كانوا يطلوا على الوادي خوفا من الغزو يلي كان يجي عليهم. كانوا عاملين برج فيها، كانوا يراقبوا كل وادي النوبين، وهذا البرج شد دمر، عمروا كنيسة سيد الشقيف اللي شفناها من الحجار تبعونه. والضيعة عايشين فيها أكثر من سكانها، النص باقي هون والنص هاجر أو نزل على بيروت طلبا للعلم الجامعات وهيك، وفيها كنايس وتكاكين، وماشي الحال، عيشة حلوة هون، مأمنين حولهم العالم يلي ساكنين هون، يعني من عايزين شي كتر خير الله، صيف شتي عايزين، عايشين أكتر من نص السكان الضيعة.
نازلين على الوادي هون صرنا على طريق المدافن. هاي الطريق اللي بتودي على وادي النوبين على الطريق العام اللي تحت على النهر تبع وادي النوبين. هيدي الطريق اكيد تعرفوها من قبل وشفناها، شفناها بغير موسم ما كان فيها هالقد حشيش. هيدي الطريق الاساسيه اللي بتنزل من حتشيت على الوادي. كنتوا عارفين انه حتشيت هي اكبر ضيعه واكثر ضيعه عندها مساحه بقلب الوادي؟ نعم، ومن هون مزبوط لازم تقطعوا بقلب المقابر، بس مش غلط، بتعرفوا بتشوفوا بتشوفوا كل العيال، بتشوفوا كل اسامي العيال تبع حتشيت، ومن هون بتنزلوا على الوادي ومنظر رائع. رح ننزل شوي شوي وتبلش تصير نزله كثير قويه على كعبه صوت المي، ما بعرف اذا عم بيوصلكم صخور المي النهر، وبننزل من هون. هلا من هون او بتكفوا نزول يمين على ضيعه النوبين، او بتطلعوا شمال طلوع يعني على قلب الوادي، على اول وادي اللي هي النزله تبع ضيعه خسرون وتاني ميل. من هون عندكم منظر رائع 360 او خلينا نقول 180 درجه نزول ونزله غير شكل. فبنصحكم تنزلوا على حتشيت، صفوا السياره بباركينج كتير كبير تحت الكنيسه بأمان، وتنزلوا تنزلوا تنزلوا تنزلوا، أو بترجعوا بتطلعوا، أو بتكفوا طلوع وبتاخدوا سيارة حدا يرجع يوصلكم لهون. رح نمشي شوي ننبسط بالزيتونات القديم، بالشجر القديم، بالتراث، بالتاريخ، بالأشياء اللي بعدها محافظين عليها. وعملوا طريق مهدوها، زبطوها، زبطوها أطرافها، وسعوها شوي مع جسر تحت كرمال العيال تقدر تنزل وكل العالم تقدر تكون بأمان بلا ما توقع، لأنه الوادي هيك حتشيت ونهارنا الطويل. بنص الطريق وقفة حلوة من أحلى المناظر الموجودة بقلب الوادي. بتشوفوا المطحنة اللي تحتنا على المي، بتشوفوا أول دير اللي هون دير الصليب، بتشوفوا تاني دير من تاني ميل، الجليل اللي بالوجه، الضيعة اللي فوقنا، وبتوقفوا وقفة صمت ورواق، الهوايات عم بيشبقوا على وجهكم شوي شوي، صوت المي الكتير حلو الكتير قوي بكعب الوادي. وهيدا هو الموسم، هيدا هو الموسم. لحقوا حالكم قبل ما يدوب كل التلج وتوقف المي، تعوا عيشوا هاللحظات العظيمة محل ما فيه شي 10 ألوان أخضر وشي 10 براون وشوية أصفر، والزهور بلشت تطلع. واو، شي بمجد الخالق. من بعد كل نزلة شو في؟ في طلعة. شد يا أنتني شد تقلك. نلتقى فيكم من بعد ما نوقف نلهت ونرجع ناخد نفسنا بقلب الضيعة، محل ما فيه عدة بيوت رح ينفتحوا لنا تتشوفوا لأول مرة وتفوتوا على بيوت القديمة اللي ما تصورت من قبل. شد يا أنطوني تقلك شد. We'll be right back.
صباح الخير، كيفكم؟ سيرين خوري معكم من حتشيت. عم فرجيكم شوي عن بيت كليم الله الزعوق، رممه من كذا سنة وتوفى هلأ. شفنا شوي كيف اشتغل بإيده، كيف رمم الحجر، كيف كان عم ينقي غراضه، كل غرض بغرض، كيف كان عم يبرم عليهم بين سوريا ولبنان وطرابلس، وين ما كان عم بيلاقي اخبار كان عم بيجيبهم، غير الاخبار يلي كان عنده اياهم جوا قديمه كتير. برمتي بلبنان في مطحنتين بعدهم ماشيين لليوم وبعدهم عم بيشيلوا فيهم قمح لليوم، وهالمطحنة مش ناقصة شيء، فيها خشب، فيها كل التفاصيل تبعها تترجع تمشي، بعدهم الحجار تبعها موجودين وما انسرقوا. إذا بتطلعوا في عنا الحجرة هيدي اللي موجودة هون يلي هي مغربلة بطريقة كرمال القمح. إذا بتطلعوا على هيديك محفورة حفر كرمال شيء تاني، فيها تكون للبرغل، فيها تكون للحمص، في عنا عدة محلات. كيف اليوم عندكم لحمة مفرومة خشن، لحمة مفرومة ناعم، كل واحدة منهم إلى دور، في القمح من ميل دايماً، وتاني ميلك إجمالاً كان للبرغل، ومرات كان يحط عليه حمص، وكانوا تخيلوا الضيعة كلها تنطر وتوقف بالصف، صوت المي اللي عم نسمعه بعد المي لهون بتوصل. في عنا هاي كرمال نقدر نوقف المي تفوت أو تطلع، وعنا الشقفة التانية الخشبة اللي بنشوفها وراي تحت تحت، كرمال نقدر نمشي الدولاب ونخلصه. دايما بالمطحنه ولا مره المي بتفوت لجوه، لان بصير في رطوبه والطحين مش منيح عليها، فالمي دايما بتقطع من تحتها بتوصل لفوق، بتنزل بكوندوي كتير قوي بيقوى قوتها، بتنزل لتحت وبتلف فراش من تحت، اجمالا بيكون شقف حديد، وهذا الفراش بيكون او هيدا الميله او هيدا الميله حسب اتجاه المي، وبتبلش تبرم على هيدي الشقفه. محل ما بنحط القمح هون ببلشوا ينزلوا شوي شوي. هيدي اللي شايفينها هون هي اللي بتحرك على اساسها، بتصير تهزهزها كرمال القمح ينزل لجوا وبيبرموا. ما بدها شيء، بس سياحيا هيدي فيها ترجع تنفتح، سياحيا فيها تنفتح، نعلم اولادنا ونذكرهم تاريخ لبنان، تاريخ جدودنا، مئات السنين من الاندفاع والصمود. مزبوط اليوم المكانات شويه كهرباء وبتخلص، بس هيدا الشيء ممنوع يموت، هيدا الشيء لازم يكون تراث وطني، احسن ما ولا نهار ينقلب ويصير بيت. انا كثير مبسوط ومفتخر اني فوت شوفهم، هي اول مره بفوت لهون، بس برجع بذكر انه في ضيعتين بلبنان لليوم بعدهم عم بيعملون، بعدهم لليوم عم بيطحنوا عليهم، وما بيمنع انه حد شي تكون وحده منهم. هيدي مطحنه قمح، ليش فيها فخاره وليش فيها حجره؟ لانه وحده من القليله او الوحيده اللي شفتها اليوم فيها هيدا الخشبه اللي هو المكبس يلي بيكبس هونيك بالزيتونات بنقطهم طريقة لتحت، فكانوا يحملوا الشباب أربعة خمسة هالصخرة كتير كبيرة على القوة هون، وتنزل إذا بدهم يشدوا أكتر كانوا يتهدوا عليها، وبالآخر الزيتونات عصر الزيت يجوا يحطون بالفخارة الكتير كبيرة اللي بعدها كتير قديمة ودفنت لأكيد أكتر من 100-150 سنة موجود. فتخيلوا هون كانت كاملة متكاملة، بدك خبز بعمل لك، بدك برغل بعمل لك، بدك زيت بعطيك، وكله بمحل واحد. فتخيلوا إذا بدكم كان هيدا البنك تبع الضيعة هون.
هيدي مطحنة تانية اللي بتعلمنا فيها كمان دولبان، اللي بتعلمنا شغل كتير مهمة، انه المي استفدنا منه مرتين، من بعد ما طحنا اول مرة طحنا تاني مرة، وبعد اكيد بتكفي على الوادي على المطحنة اللي صورت لكم اياها من شوي، على المعصرة اللي صورت لكم اياها من شوي، فالمي عم نستفيد منه مرة واثنين وثلاثة واربعة. للأسف بهالايام بتجي المي بنحطها بالنهر بنكبها بالبحر وبتخلص وما حدا عم بيعمل فيها شيء. فقديش من زمان جدودنا كانوا يستعملوا المي عدة مرات، وكان هذا الكنز يلي كان يعيش كل الضيعة على اساسه. مطحنتين حد بعضهم اكيد يمكن كل وحده لعائله، وهلا وقفوا فيهم يصيروا اماكن سياحيه للعالم تجي تزورها وتتذكر. جينا عند ابو شرد لنتغدى. نحن معك ابو شربل، انا من حتشيت، انا عندي مطعم ابو شربل باول حتشيت على الطريق العام، مطعم بعمل مزيات لبنانيه، بعمل اكل لبناني، مطعم لقمه بيت، انا ومدانتي بنشتغل بالمطعم، وكل شيء نحن بنحضره بايدنا، اللبنه، الجبنه، الشانجليشي، الني، كله من عندنا نحن. صيف شتي؟ صيف شتي نحن بنفتح، بالشتي عندنا قاعده صغيره بتسع لها شيء 40 شخص، بالصيف عندنا قاعده بتسع شيء 150 شخص. ومقصودين من كل المنطقه ومن لبنان كله. شو بيجوا على مخلصين؟ هلا نحن بنختص اكثر شيء بالني وبقرص الكبه، كثير مشهورين فيه، الكبه الني، قرص الكبه، الني، العصبه، التابله، كل شيء. اسمعوا صوته، قرش بعقل فريشنس. بلش بيقولوا المكتوب بينقرا من عنوان كده، فيها مية الخيارة بتزبط ما بتزبط، بتزبط ما بتزبط، وأكيد بتزبط لأنها طازة. بعرفت لازق خيارة لبنة بلدية غير شكل. اف مهمة، كل شيء بيت، شانكليش، كل شيء لقمة بيت، كل شيء عم تعمل شغل أم شاربي، حتى الجبنة، اللبنة، الورق العنب، كله. واو، ورقة صغيرة بلدية ما بتحسوا فيها أبدا، رزات مستويين مظبوط، جبنة وطنية لبنانية. توب. وكيس عرق، قاعدة كتير سريعة، خفيفة، مهضومة على الطريق، قاعدة مثل ما بقولوا سان فاسون، ما في حركات، طاولة بيت جبل، هلأ موسيقى رحنا شلناها كمل تصوير، فيو غير شكل على الأرزات، على التلج، على الجبال اللي بالوج، على حصرون وغير ضيع. فكيسكون كيس الجامعة، هاي مش برمي كاملة لحتشيت، هاي ده برمي سريعة بس على البيوت القديمة تتشوفوا هالضيعة اللي بتعيش صيف شتي والناس بتضلون عايشين فيها. نفرجيكم هيك لمحة وندقلكم بقلبكم وقلكم ما تنسوا الضيعة ورجعوا على الضيعة. ونحن رح نتغدى، خبركم عن الأكلات العظيمين، ليكوا لون اللحمة بحكي عن حالة يعني غير شكل، كريمة، مايونيز، واو، التارتار بيصير يخبرونا ومدري شو هول هن. توب، ننطر الكبة هلأ، طلعوا الشغل الصح، شو هاللون الحلو، شو هالفريشنس، ريحتهم حلوة، شكلهم حلو، بيشهوا، بيفتحوا القلب وبيفتحوا النفس. فينا خبركم عن جد مثل الكرام، بس الأساس هلأ عبالي فرجيكم شغلة. أول شغلة حمصاتهم أكيد بلا توم، بتحسوا بطعمة الحمص، طعمة الطحينة، طعمة الحامض. وساعات بيجيكم بطاطا مقصوصة إيد مش مجلد، محمص على الطرف. اف 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 ذكرتني بالبطاطا كنت عمليها ستة، تحمصتها حلوة، ملوحتها حلوة، قرشتها حلوة، best combination ever. هلا بنكفي على الباقي.
حان وقت الجودة، عم بيرجوا من جوا. نرجع منذكر أنه الكبة ممنوع يدق فيها السكين، ممنوع. الكبة هي إحساس، هي إيد، هي فك، هي الشافة الفوقانية بتنفك بحب وبغرام وبإحساس. فيكن هو اللي تفضون أو تاكلون، ما في مشكل، متفقين على المبدأ. أو بتاخدوا شقفة الكبة وبتغطسوها بقلبها، أو بتاخدوا شقفة الكبة وبتستعملوها مع الحمص، بتحسوا باللحمة، بتحسوا بالتحميصة، بتحسوا بالكبة اللي ما عم تعلق، باللحمة السوبر طازة، بالبرغل الكتير صغير لمنه شقف كبار ما بيقعد بين السنين. ومثل ما قلنا، يلي ما بده هول في يعمل هيك. بعلمكم علومية حلوة كتير، مع الشحمة اللي موجودة هون بتعبوها شوية حمص شوية تبولة وبتاكلوها ساندويش. وقف صحتين. مينوايل حمصاتهم توب كواليتي. جاي اقول لك انه اكلاتك كثير 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 طيبين. اكلاتك فيهم نفس، فيهم حب، فيهم حنان، ما فيهم تفلسف، فيهم اكل بيت مثل ما هو. نعمل بيت مثل ما هي. يلي بده يدوق اكل امه يجي لهون، ما فيه حركات، مثل ما هو قريب على القلب، بفوت على القلب. توب ميرسي. ويلعباله يعيش الشتويه او الجبل بالشتاء هون على خلصه الشتويه، وبالصيفيه اكيد بيهتم فيكم باحسن طرق ممكنه. انا كثير مبسوط ان تعرفت عليك، وما رح تكون اخر مره. خلينا هيك بتشرف تجي على بيتك انت هون. انا سلم لنا عم شرب المخبيه جوا ولا تصور. ريما مرسي 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 مرسي. ثاني اهلا وسهلا فيكم، شرفتوا. هيدي البطله سهلة الكبيره، رائع. اهلا وسهلا فيكم، الله يقويك. خلينا هيك. ثانك يو. وهيك بتخلص قصتنا، بتخلص قصتنا مع عند ابو شربل. حتشيت سريعه 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 كتير، بلشت الساعه 8 خلصت الساعه 12، باربع ساعات هولي كلهم اللي حضرتهم لهلا. منا الحلقه تبع الضيعه البرمه الكامله، النوم، الغدا، لانه عندي كتير شغل ببيروت. بس تفرجيكم شوي اجواء الضيعه، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بهالطقس الكتير حلو. الشتاء عم بيخلص وعم نفوت بقلب الربيع وبقلب الطقس الحلو، والمواسم بدها تبلش وكل هالالوان الحلوه. يلا ملتقى فيكم حلقة جديدة بأحلى بلد بالعالم.